اهلا وسهلا مرحبا بكم. المباراه تعدات البدايه نتاعها كان صعيبه بظروف اللي صارت والاشياء اللي صارت بين جماهير الفريقين. الحقيقه معناتها انا كنت شاهد احيان جماهير الفريق الجزائري مانيش عارف علاش سيتي غراتوي معناتها اعتداء بالعنف على الجماهير نتاعنا كانوا محصورين اونتر دو معناتها بين زوز منصات فهمت الضرب كان يجي منا ومنا بعد ما وفاتك الفترة الحرجة هذيك الأولاد كانوا كونسونتري الحمد لله معناتها ما خرجوش من الطرح وإحنا ربح باهي للمورال باهي يخلي حضورنا في الترشح عكس بتاع اللقاء راهو مازالوا ثم ثلاثة ولا أربع فرضيات صحيح معناتها في الفرضيات الكل ماهوش في دينا نحنا معناتها الترشح نربحوا ونستناه ولكن بقدرة ربي أنا ما نعرفش علاش ساعات راهو الانتويسيون تمشي في الكورة عندي الانتويسيون اللي بقدرة ربي افيك كل ما معناتها لي دولور اللي عشناهم في المسابقة هذه في دوري المجموعات أعتقد أن ربي سبحانه باش يكرمنا يكرم المجهودات نتاع اللاعبين نتاع لي طرف فني نتاع الهيئة المديرة بالترشح إن شاء الله نترشحوا هذا هو معناتها الفريق معناتها قاعد ماشي في خطوة باهية إن شاء الله الجمهور يدز معاه اللي صار بالتالي تعدى على روحه الثاني قدمنا القدام ربي يجيبنا في الصواب وربي يوفقنا.